شو شي عشو شي يا صغار انتبهوا شوي انتو عليتو من السؤال وانا الجواب علي طفل ما بيعرف درسه خبرنا شو بيصير فيه طفل ما بيعرف درسه الفارة بتاكله درسه وما بيعود ولا عريس يعزمه على عرسه ياي ياي يا لطيف ياي ياي يا لطيف فيش البيسه بتشمه بتفتر تمه جبنه بتقوم تاكله تمه ياي ياي يا لطيف ياي ياي يا لطيف والبي وصي ختيابو خبرنا شو بيصير فيه اللي بيوصي ختيابو بيرتع ساعة عرتابو ولما بيمشي عالطريق بيضحكوا عليه اصحابه ياي ياي يا لطيف ياي ياي يا لطيف واللي ما بينام بكير خبرنا شو بيصير فيه واللي ما بينام بكير بيمرض وبيضعف كتير بيصيروا رفاقه شباب وهو بيبقى نونه صغير